وقوله عز وجل وجعل منهم القردة، والمسح على صورة القردة من باب الجزاء من جنس العمل، فإنهم لما غيروا باطنهم غير الله عز وجل ظاهرهم بما يشبه صورة الآدمي وليس آدمي وهي القردة. والمسح على صورة القردة قد يشير إلى أن هذه القردة محرمة الأكل، وهي بالفعل كما ذكر ابن عبد البر أن العلماء أجمعوا على أن القردة لا يجوز أكله ولا بيعه.